حفاظا على موروثنا الشعبي ودعما لموروث الآباء والأجداد. افتتح اليوم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان هنا في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي. يفتح المهرجان أبوابه لزواره الكرام للولوج في عاداتنا وتقاليدنا. مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل دعونا مع هذا التقرير. مهرجان ما شاء الله الشيخ سلطان الحين 2018 يعني بشكل متجدد ودائما يتجدد، كل سنة شيء جديد الحمد لله فيها، خاصة يعني عندنا في السوق الشعبي في مشاركات كثيرة، شاركوا معنا اللي هم الأسر المنتجة بأشياء يعني مختلفة من ضمنها المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية، وفي حد من المحلات اللي هو عارض المعروضات التراثية الإماراتية. والشيء الجديد السنة هذه بعد احنا عملنا قرية تراثية خارجية يعني في السوق الشعبي، بعد تعرض البيوت القديمة للمواطنين الإمارات. عندي متحف متنقل، عندنا عرض تراث من خيرات الإمارات، نعرض كيف كانت دولة الإمارات قبل 46 سنة وكيف صارت أبراج فوق السحاب بفضل من الله ومن الشيخ زايد الله يرحمه ومؤسسين الاتحاد وإخواننا الوافدين اللي ساعدوا على بناء الدولة. نعرض هذا البنر تبين فيه الماضي وتبين فيه الحاضر. نعرض صور زيارة الشيخ زايد الله يرحمه لإمارة الفجيرة مع محمد الشرقي الله يرحمه، وزع المساكن الشعبية على المواطنين شخصيا. مشاركتنا هذه هي أول مرة وأول سنة نشارك فيها مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد، والحمد لله رب العالمين. يعني كان طبع أول جدا مشاركة كبيرة وحلوة والإقبال جدا ممتاز، اللهم لك الحمد والشكر. نحن في مهرجان الشيخ سلطان بن زايد التراثي في مدينة سويحان، وإذا الله خير الشيخ سلطان ما يقصر. وكل سنة الحين أنا لي ثاني مشاركة في هذا المهرجان، وإذاهم الله خير الشيوخ ما يقصرون الحمد لله رب العالمين. وهذا المحل محل مجانا كل سنة يعطينا إياه، هو يشجعنا على أن نبدع في هذه الأشياء، وأنا شغلي تراثي ورسم.